طبعا احنا اليوم متواجدين في متحف الحضارة الإسلامية بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف. عندنا سلسلة من البرامج التدريبية ضمن برنامج الظل الوظيفي الذي يعد شكل من أشكال التدريب التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. تستهدف هذه الورش متدربي ومنتسبي برنامج الظل الوظيفي من مختلف جامعات الدولة وأبناء الموظفين في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وكذلك موظفي المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. طبعا تعتبر الورش التدريبية ورش إعلامية من تنظيم موظفي المكتب الإعلامي. كذلك عندنا تعاون مع مدينة الشارقة للإعلام شمس، سيتم طرح ورش تدريبية معهم ومدربين خارجيين للاستفادة من جميع النواحي.